الرب نطلب. واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. حسن العباد الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا إيسون. من أجل أبينا وبطريرك ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا فيلمونوس والكهنة المكرمين والقدام في المسيح جميع الكنيسة والشعب إلى الرب نطلب. كل بلاطهم وجنودهم إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. القرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أجل اعتدال الأهوياء وقصف الأرض بثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. والمسافرين في البر والجو المرضى والمتألمين الأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب اغفر وقدس وارحم وقضي الله بنا ملكا. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفاقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود.
أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة خالدة الإله مخلص خالصنا بشفاعة خلص وارحم واحفظني يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفاقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله دائما تكن يا مريم مع جميع القديسين ندى أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. وكل رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. Oh!
ربنا الطول اغض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين ندعى أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك أنس المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين قوة السماوات هتفوا إليه
أن يهتم بأمور النفس الغير المائدة، فلأجل هذا تبتهج روحك مع الملائكة أيتها البارة سرمدا.
القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Oh.
ونستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيل البشير التلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان أخذ يسوع تلاميذه الاثني عشر وابتدى يقول لهم ما سيعرض له. هوذا نحن صاعدون إلى أورشليم وابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويبصقون عليه ويقتلونه في اليوم الثالث يقوم. فدنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدة قائلين يا معلم نريد أن تصنع لنا مهما طلبنا. فقال لهما ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قال له أعطنا أن يجلس أحدنا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع إنكما لا تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له نستطيع. فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها فتشربانها
وبالصبغة التي أصطبغ بها فتصطبغان. وأما جلوسكما عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. فلما سمع العشرة ابتدوا يغضبون على يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: قد علمتم أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، ولكن من أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أول فليكن للجميع عبدا، فإن ابن البشر لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فداء عن كثيرين. الابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الأحبة، تقيم الكنيسة اليوم تذكار أمنا البارة مريم المصرية، كما سمعنا اليوم في صلاة السحر: يا مريم، بما أننا حويناك نموذجاً للتوبة، توسلي إلى المسيح أن يمنحنا إياها في أوان الصيام. لقد انغمست مريم المصرية بالخطيئة إلى أقصى الدركات أثناء شبابها، فبدلاً من الاهتمام بالأمور التي تعمل على خلاصها، التجأت إلى ما سيهلكها جسداً وروحاً. لكن تدخل الله المباشر في حياتها أثناء زيارتها إلى الأماكن المقدسة، وخاصة إلى كنيسة القيامة حيث القبر المقدس والصليب المقدس، انتشلها الرب من الظلام إلى النور، من حالة الخطيئة إلى حالة التوبة. يحتاج الإنسان أيها الأحبة في حياته ربما إلى هزة أو حادثة لتوقظه من سباته في الخطيئة، كما حصل مع مريم المصرية عندما أرادت الدخول إلى كنيسة القيامة لتشعر أن هناك قوة تمنعها من الدخول مراراً. ف
فأدركت مريم مدى فظاعة خطيئتها، واهتز كيانها وقلبها وفكرها لتقرر العودة إلى الله وتعلن عن بدء حياة التوبة الحقيقية، لتدخل بعدها وتنال بركة القبر المقدس والصليب المقدس، وتنطلق من أسر خطيئتها إلى حياة الملائكة، حيث التغرب عن العالم والفقر والالتصاق بالله من خلال الصوم والصلاة والنسك. لقد مارست مريم المصرية التوبة بشوق أكثر مما كانت عليه أثناء ممارستها للخطيئة، فنالت خلاص نفسها وأصبحت مثالاً للتوبة. فلا خلاص بدون توبة، فحياة المسيحي حياة توبة مستمرة وسعي مستمر نحو الله. تدعون الكنيسة اليوم أن نتمثل بمريم المصرية، فمهما كانت خطايانا عظيمة فإن رحمة الله لا حدود لها، فالله محبة وهو ينتظرنا دائماً. في إنجيل اليوم نلاحظ أيضاً أن القديسان يعقوب ويوحنا أرادا وطلبا من الرب يسوع المسيح أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره في مجده، لكن الرب يسوع المسيح أبان لهما حقيقة الأمر حينما قال: إن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هذا فيكم، لكن من أراد أن يكون أولاً فليكن عبداً للجميع، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. يعلمنا الرب أن الخلاص ليس في اكتساب السلطة أو المركز، بل بالخدمة والتواضع. في هذا اليوم تتبارك الكنيسة ونحن بوجود خشبة الصليب المقدس بيننا، فننال البركة والتعزية الحقيقية من الرب يسوع المسيح الذي صلب عليها وسفك دمه عليها، والذي أعطانا الوعد بأنه سيكون معنا إلى انقضاء الدهر. فوجود خشبة الصليب المقدسة هو وجود الرب بيننا. نرنم أخيراً مع الكنيسة ونقول: الصليب حافظ الكنيسة كلها، الصليب جمال الكنيسة، الصليب أياد الملوك، الصليب عضد المؤمنين، الصليب فرح الملائكة وجرح الشياطين. الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا فهي قوة الله. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك في كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. Thank you.
ولا تردني بين غلمانك، لكن أحيني لا تقدم هذا القرنين علي أن أعتق الله من المستحق، لأنك أنت إذ إنا نحن
ضيق وغضب يا رب رحم بنعمتك أن يكون نهار نكلك مقدسا سلاميا بلا خطية من الرب نسأل استجب يا الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد ناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بالسلام.
ومحبة الله الآب وشركة الروح القدوس لتكن مع جميعكم. ما روحك أيضا قائلا:
اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دل الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. بطنك يا
من السماء لذلك يا ممتلئة النعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك رب الأبان وبطريرك ناثيوفلس وابن كنيسك المقدسة بسلام صحيحا وعافا مكرما مديد الأيام مفصلاً كلمة حقك باستقامتك وأهلنا جميعاً كافةً وعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكل إكرام العظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوان وما روحك أيضا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل الطلب المكرم المقدمات وقدسات إلى الرب نطلب من أجل أن إلى نسحب البشر الذي تقبل أن نحس مولانا بل ان احنا نقتبل اخر نسبه من حياتنا نصيب في مقدساتك عن استحقاق ذات الحياه الابديه والجواب الحسن القبول لدى منبر مسيحك المرهوب لكي نصير نحن ايضا مع جميع القديسين الدهر شركاء في خيراتك الابديه التي اعددتها لتحبونك ان يكون نار كلك مقدسا سلاميا بلا خطيه من الرب نسال ملاك سلام مرشدا امينا حافظ نفوسنا واجسادنا الرب نسال غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل أن نقضي غابر زمان حياتنا بسلام والتوبة الرب نسأل أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزن جوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سوء اتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس ودافسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب ومنا أيها السيد أن نصر بدالة على أن ندوك من غير مدين أيها الإله السماء ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين والسلام لجميعكم ولروحك أيضا لك يا رب أيها السيد الرب أبو الرأفات وإلى كل تعزية بارك الذين أحرق رؤوسهم وقدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم وابعدهم عن كل عمل شرير ضمهم إلى كل عمل صالح
واهلهم للاشتراك الآن للاشتراك في أسراك هذه الطاهرة المحيى غير المدينين لغفران الخطايا وشركة الروح القدس. بنعمة رفاتك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه وما روحك الكل قدس الصالح والصانع الحياة الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. سبحوا الرب من الأرض
أيتها التنانين وجميع اللجان النار والبراد الثلج والجليد الرياح العاصفة الصانعة كلماته كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا الجبال وجميع التلال الخشب المثمر وسائر الأرز الوحوش وجميع البهائم الزحفة والطيور ذات الأجنحة وجميع الشعوب الرؤساء وجميع قضاة الأرض الأحداث والأظهار الشيوخ مع الشباب فليسبحوا لاسمك أيها الرب أنه قد تعالى اسمه وحده الاعتراف به على الأرض والسماء ويرفع قرن شعبه المجد لجميع أبراره لبني إسرائيل الشعب المقرب إليه كل نسمة فلتسبح اسم الرب شريكا في عشائك السري ابن الله لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة
غاشة مثل يهوذا، لكني كاللصي أعترف لك هاتفان. أذكرني عشائك السر يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا. لكني كاللص أعترف لك هاتفا. أذكرني يا رب، أذكرني يا سيد، أذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، وحنني عليه.
حياة أنرق في القطيع رحيا روسا لا روس لها بل أدركيني بالنجاة وتحنني على وعود الحيوية رح
بل اليوم شريف
شريكاً في عشائك السر ابن الله لأني لست أبو بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا متى أتيت في ملكوتك اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي وجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنقسم لأنه خلصنا نشكر الرب دائما يا رب رحم لك يا رب Amen. Grelaison, diakonis mon rabbi mubarakan, min alana wa ila dar. Diakonis mon rabbi mubarakan, min alana